بعطيك أول سؤال. يلا. عرفينا عن نفسك. جوري عادل عبد الله الحميد. ونعم، كم عمرك؟ 10 سنوات. يا سلام. اليوم فقرتنا هذه فقرة البيت، راح نعرف أكثر بالتفصيل عن مين؟ جوري. جوري في البيت. جاهزة؟ يلا. تختاري ولا أختار؟ لا أنا. يلا اختاري أول سؤال. هذا. بسم الله، أقري. أشخاص مفضلين لديها في العائلة. طبعا اكيد الكل قريبين، لكن إيه؟ ابغى اقرب ناس لك من بعد ابوك وامك واخوانك من العائله. طيب اول شيء بنت خالتي ساره. بنت خالتك ساره؟ إيه؟ شو اسمها؟ ابي اسمها ساره حمد المبارك. اسمها ساره؟ ايه. حلو. وثاني واحده عهد. عهد نفسها اختها. اختها؟ ايه. اها حلو شكرا. وبعد مين إيه؟ الثالثه؟ الثالثه خالتي. اوه خالتي صح. اعتبرها اختي. اختي الاكبر مني. ليش؟ دائما يعني انا وياها، هي عمرها 23. حلو. انا عمري 10. العمر كله يا رب انت وياها. طيب. ايوه. فبين 13 فانا ما هو مش كبير صح؟ مو كبير. 13 سنه عادي، يعني 13 سنه عادي، ما هو احس ما يفرق صح؟ صح. يعني انت كبيره. لا وغير ايه انا كبيره. ولا هي صغيره؟ لا انا كبيره وهي كبيره، لكن هي اكبر مني. زين. طيب فانا احس انها اختي ما دام انه ما عندي انا اخت. اعتبرها اختي. اه صح. السؤال الثاني، انت كم عدد اخوانك؟ انا الاولى بينهم. حلو. زياد الثاني. زياد كم عمره؟ اتوقع 7 8. حلو. ايوه. عبد الله عمره 3 سنوات. وش رايك بما انك ذكرتي يزيد وعبد الله؟ يزيد زياد. زياد وعبد الله، معليش، زياد وعبد الله. نشوف صوره. يلا. جاهزه؟ جاهزه. ها شوفي الصور. ايوه. انت هذه جوري، من اللي جنبك هذا عبد الله؟ ايه الصغير. وهذا زياد. ايه. كنا راكبين سفينه. كنا راكبين سفينه في قطر. بس شلون سفينه وسط مباني؟ كيف؟ انا اقول لك شلون. قولي. اول شيء هذه المباني داخلها اسواق. طيب. وفي نهر اصطناعي. يا سلام. موجود فيه سفن. ايه نهر مش بحر. نعم. حلو. ايوه بس نهر اصطناعي يعني مويه عاديه. مره حلو. اختاري سؤال. يلا هذا. ايش هذه؟ يبا صور لها من الولاده او الطفوله او مع اشخاص من الاقارب. احنا نبغى صوره لك. ابغى ارويك اكثر من صوره انت من الطفوله. يلا. في المعهد. هذه دائما الناس اللي يجون الاطفال وش يسوون؟ يبكون. الا انت بسم الله عليك وانت صغيره فرحانه في الحياه. حياتي جميله. مبسوطه من بدايتها. ايه. من اكثر شخص تحبينه في الحياه؟ اكثر شخص. امي. امك. وبعده؟ ابوي. وبعده؟ جدتي. وبعده؟ جدي. وبعده؟ اخواني. اشوى الحمد لله. وبعده؟ خالاتي. ما في بوري؟ لا انت ما انت بوري، انت متعب. ايه بس انا بوري ومتعب، كلها اثنين في واحد. ايوه شخصيتين طالعين. بعدين قناه المجد البيت الثاني. ايوه. بعدين ممثلين فيها. زين شوفي الصوره هذه، مين هذه؟ هذا اخوي الصغير زياد، وهذه انا. الملكه هذه انت؟ ايه. ما شاء الله، والله ما عرفتك، ما شاء الله، مره جميله. وهذا اخوك عبد الله صح؟ او زياد؟ زياد. زياد. ما شاء الله. لا واضح انك انت مرتبه ما شاء الله. لا لا اقول لك لعبه حتى. بس الان انت في البيت يا الجوري، هل انت ابي اعرف علاقتك مع اخوانك؟ هل انت تلعبين معاهم تساعدينهم ولا على حسب؟ عصبيه وما تقعدين معاهم؟ علمي. شوف انا بقول لكم الصدق. يلا قولي. انا عصبيه لما يحوسوا البيت ولا يرتبون، يقولوا احنا تعبنا ما نقدر نرتب البيت. حلو خلاص خلصنا من الجانب. ايه؟ هذا. والعب معهم كثير حوالي اغلب الاوقات. حلو. اغلب الاوقات. اعطيني صفة واحدة تحبينها في زياد. حاجة واحدة تحبينها في زياد يعجبك. هادي. هادي. عبد الله. عبد الله مرح. مرح. حلو. آخر سؤال وبعدها راح نقفل شو اسمه. يلا. فقرة البيت راح نروح فقرة المدرسة الفصل. جاهزة؟ يلا. آخر صورة لكم ما شاء الله. هذا قبل السؤال، وين كنتوا فيه؟ مكة. في مكة. متى؟ تقريبا قبل 3 شهور. ايش حسيتي فيه من اول ما دخلتي الحرم وشفت الكعبة؟ حسيت طمأنينة، يعني هدوء. لما تشوف الكعبة تحس كل شيء جميل. دعيت لمين؟ دعيت لقناة المجد البيت الثاني والممثلين اللي فيها واهلي. دعت لكم ولنا خلاص، ما لكم منا تمسكون عليها حاجة.